قربت بزاف ندفعها وثاني هكا نعطيه يمشي لهيها عاد ندور غير بشويه هنا تيبان ليا ما تيبانش جيل من لين طول فوالا هنا نحاول نرد هنا نحاول نرد ما تيبانليش مع الاشعه ديال الشمس شنو غادي ندير السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي ندخلوا الكيبان لكم هذا اول من الاب الكيبان لكم الطلاب ها هو دابا الاخوان نحاولوا ندخلوا تما مارشاريا هنا الاخوان غادي نحاولوا اننا نديروا الرجوع للخلف كما وريتكم في واحد الحلقه راه غادي نطلعها هنايا ان شاء الله كيف انكم تقوموا يعني بانكم تشدوا التوازن ديالكم بالنسبه للمقطوره ديالكم وتحاولوا انكم تخليوها في الخط متصل او خط يعني مستقيم كما بغيتوا نتوما او تحولوها يمين يسار هنا الاخوان غادي نحاول انني المسافه يعني المكان اللي كيبان لي انا اللي نقدر نشوف فيه فاش كنت ندير الانكسار ديالي هو اللي على اليسار الا كان تيبان لكم يعني المدخل نتاع المدخل ديال المرآة هنا الاخوان غادي نحاول انني غادي نهبط نشوف باش غادي نوريكم المدخل كيدير نبقى هكا وغادي نهبط ان شاء الله نوريكم المدخل خليكم معايا هذا هو المدخل على الاخوان يعني الا شفتوا معايا ان المدخل يعني غادي نحاول ندخل هنا في هذه المرآة في البلاصه هذه وعرفوا بان راه يعني المدخل ما دايرش هكا راه داير هكا يعني غادي تكون واحد الزاويه اللي هي صغيره هنا اش غادي ندير نكبر الدوره وندخل هكا نحاول انني نقرب المسافه اللي كانت تبان لي من جهتي انا الجانب ديال الايسر بالنسبه ليا وندخل معاه يعني قلنا الاخوان بالنسبه للكاميرا الثانيه راه لهيف قلت هنا اش غادي ندير نكبر الدوره قلنا ها نتوما شوفوا الاخوان باش نتفاهموا تبغي تدور هذا الامام ديال المقطوره لهيها دور هكا تبغي تردو لهيها دور هكا هذه هي المعادله اللي عندنا ما عندناش من غيرها هنايا ندور هكا باش تخرج لهي الكاميرا اللي كتبان لي انا قربت بزاف ندفعها وثاني هكا نعطيه يمشي لهيها عاد ندور غير بشويه هنا تيبان ليا ما تيبانش جيل من لين طول فوالا هنا نحاول نرد هنا نحاول نرد ما تيبانليش مع الاشعه ديال الشمس شنو غادي ندير راني صراحه راني داخل وليني نحاول انني نزيد لقدام هاكوك هنا راني يعني نزيد لقدام صافي هو بدا يبان لي ديك الوجه اللي لهيه هنا نحاول نرجع راه تيبان لي داك الخنت اللي لهيها هنا هادي مزيره شنو ندير الاخوان امشي لهيها نعاود نرجع هنا الاخوان غادي نحاولوا اننا غادي نمشيو في الخط متصل يعني نحاول نفيزي من هنايا وندور هكا قلنا نعطيه هكا باش نجي معاه شويه في التوازي هكا دابا هنا تيبان ليا المدخل نارني هنا نعطيه شي شويه هكا باش يبعد اتجاه ونحاول نمشي شي شويه لهيها نعاود نرد باش نشوف فوالا هكا شي شويه باش نهرب على هذاك القنت هذاك ها نتوما هنا تندخل تنبدا ندخل شوفوا كيما الا لاحظتوا واحد الحاجه انني مزير لهاد الجهه اكثر من ديك الجهه علاش باش اللهم ان الجهه اللي كتبان ليا نتحكم فيها ولا انني نقيس الجهه اللي الاخرى
هنا دير هكا حتى ندخل بالنسبة للجانب الآخر هنا. تمكنت الإخوان أنني ندخل يعني المقطورة خاطر والمقطورة ديالي في مرآب صافي ها هو باش نفهمكم واحد الحاجه الاخوان انني شنو درت المره الاولى جيت هكا يعني مزير خصني نجي هكا مشيت ليها وعاوتاني حاولت انني نجي خط متوازي هكا نيشان هنا كما كتشوفوا راني داخل المرآب صافي ها هو 4.3 هنا نقدر نغسلو نقدر كلشي عاود نخرج لاحظنا الاخوان اننا دابا نخرج حيت واحد الشاحنه راه جايه من مورايا هنا تخرج عاد دابا فوق لاباسكول باش تشوفوا هنا الوزن ديال الشاحنه فارغه دابا راني ما عندي حتى شي ثقل هنا غادي نرجع باش تحاول انني نطلع فوق الميزان او لا باسكول راني طالع فوق لا باسكول مي نحاول انني نتوازى مزيان فوالا 16980 بما فيه الشيفور السائق حتى هو ما كتشوفوا راي حاولوا الاخوان نمشيو نشوفوا واحد الرجوع للخلف ديال واحد الشاحنه خليكم معايا ها انتما كتشوفوا كي غيخرج هو عاد حاولوا نساعدوه الا كان بالامكان اننا نساعدوه او انه غادي يخرج راسه هنا كما كتشوفوا غادي نحيد له من لاباسكول غنحاول نحيد له من لاباسكول لحقاش غادي يطلع للميزان باش يعبر هني الخروج ديالو مزيان كما شتو حنا طالعين فوق الميزان الميزان اللي هو تيستوعب يعني القاطرة يعني طويلة صعبة شدم هنا نحيدو لهم الطريق نمشيو نحيدو كما شفتو معنا الاخوان هنا الرجوع للخلف داخل المرآب يعني ما تيكونش واحد الامر اللي هو صعيب نزل القرعة ديالي نسيتها هلا كما تشوفو الاخوان هنا ماشي شي امر اللي هو يعني صعيب تنظن اننا سالينا بهذي نحيدها هلا دينا
نتمنى الاخوان هنا هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم، عجبتكم. غادي ندوش لكم دابا. شكون اللي بغى يتبرد ها الاخوان؟ تبردوا مع راسنا. عالي هاك اسامه هاك تبرد لي مع راسك. تبارك الله عليكم الاخوان، الى الفرصه لاحقا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.